أمسي عليكم بالخير من خلال فقرة سالفة. اليوم راح يكون معي الفنان والمخرج والمنتج عبد المحسن العمر. عبد المحسن اشتغل ما شاء الله وايد في المسرح، ودائما ما تكون يعني هذه الخشبة فيها المواقف الكثيرة والكواليس الأكثر. أكيد راح نعرف بعض هذه الكواليس، وإن كان في مشهد ممكن نحن نشوف كواليسه وأبعاده مع عبد المحسن العمر. أرحب في ضيفي الفنان والمنتج والمخرج عبد المحسن العمر. مساء الخير. مساء الخير، حياك الله معي في فقرة سالفة. عبد المحسن، يعني دائما يعني اشتغلت في العديد من الأعمال اللي كانت حتى مسرح دراما وغيره، وفي الغالب المسرح تكون في مواقف الناس ممكن هي ما تعرف. انا ادري ان عندك سالفة انت قلت بقولها مرة واحدة علشان ما تكون عشان تطلع عفوية، بالضبط يعني عشان تكون حلوة مثل ما يقولون. خلينا نسمعها منك. اي، صار في عام 2008 موقف في مسرحية مصاص الدماء في ذاك الوقت مع الفنان الأستاذ عبد العزيز مسلم في سينما قرناطة قبل أن يهدونها في ذاك الوقت. نعم. المسرحية الانترو مال المسرحية أنا أطلع دوري الأب، فكان في خدعة مسرحية مسوينها أن أنا أطلع في يمين المسرح وشمال المسرح ووسط المسرح في نفس الوقت. نعم. يعني خدعة، هي كان متعبة الخدعة هذه. كنت ألبس تقريباً 3 ملابس فوق بعض. نعم. والميكروفون موجود مثل هذا كذي، ودقيقة الحركة، يعني هي في ستوب واتش يحسبون لنا وكذا عشان نبدل وننتقل من مكان لمكان، وستاف كامل ورا معاي بالكواليس. نعم. فبداية أبتدي أنا شيب وقطرة وعقال، بعدين أبتدي لبس شتوي، بعدين لبس صيفي، بعدين عقبها بشاشة نوم مع القحفية. الأمراد أن انتقلنا من مشهد لمشهد، وصلنا إلى المشهد اللي يطلع فيه ولدي معي، ولد شاب اسمه أحمد خميس كان معي الله يذكره بالخير. حنا هو ممثل شاب معروف ما شاء الله عليه. صحيح. كان دور صغير، يعني دوره ولدي وهو شاب بيسافر برا. القصة يعني الفترة هذه محدودة، ثواني تتأخر ثانية اخترب المشهد. صحيح. أنا جاهز أدور الولد أحمد، وينه وين أحمد خميس، أحمد وينك يا أحمد، وينك يا أحمد، مو موجود معايا الله يذكره بالخير أخوي الفنان عبد الله رميان. نعم. بالكواليس، فعبد الله رميان دخوله بدري عليه تو الناس، فقاعد يطالع يتمشى بالكواليس في الله يذكره بالخير، وأنا رايح راد أحمد يا أحمد وين أحمد، أحمد وينه يا أحمد. كان أشوت وانا معصب من كثر العصبيه، شت الشغله قدامي المفروض قنفه يعني، وكواليس سينما قرناطة ضيجه وفي شاشه مالت السينما، شت شوته كان اقول احمد وانا مع الشوته تقول اي انا يوميت اشوت ما شت القنفه، طلع شايت الحديده مالت الشاشه. اي فانا معصب يعني من كثر موقف محمر وجهك معصب صدق ومتنرفز، وشتها وتعورت وقلت اي في نفس الوقت عبد الله الرميان طاح ويا المجموعه اللي قاعده. انت وين احمد الحين؟ بعدين يعني على اخر نفق، يعني على اخر ثانيه اللي ما وقف، يعني دخل على طول وبلاي باك المشهد مسجل فويس، هو واقف وانا قاعد ادي، انا قمت ارفع يديني كذي واسب وازف هذه غلط، اللي قاعد تسوي غلط مو صح، ونعتها مره ثانيه. وهم الناس على بالهم انا اسولف ما يدرون انا السالفه. دخلنا هاي كان اكمل هوشتي معاه، قال لي خلاص تاخرت. شو قلت له؟ ما تاخرت، هذا شغل، اذا بالثاني تطلع غلط قاعد اسولف مع روحي على المسرح. قلتها هذا لا يوم دخلت داخل عقب الكواليس. ايه. يعني بس هذا موقف ما اقدر انساه، لان ساعه قاعد تسالوني تقول لي شنو الموقف، قلت لك ويت كنت ملفات، شوف طلعت ملف من 2008. اي صح صح. فهذا موقف لليوم اشوف اخوي اللي صار قدام الموقف هذا هو الفنان عبد الله رميان. نعم. لليوم نشوف بعض هو يتذكر موقف يقوله ويقلدني فيه ونضحك. صحيح. تدمع عيننا من الضحك. انا كان هو دائما اقول لك شيء، دائما في المسرح تصير المواقف اكثر من لما تكون في الدراما، لما تعرض انت بشكل يومي باليوم تعرضون اكثر من مره مع الفنانين. كان 5 عروض باليوم ما شاء الله، 5 باليوم ما شاء الله، من الساعه 10 الصبح. اوف الله يعطيكم العافيه. 10 الصبح نحضر لغايه عشان نعرض العرض الاول 12. صحيح. 12 الظهر ليه نطلع ما في شمس ليه بالليل يوميا كذي.
اي فتخيل المواقف اللي ممكن هي تصير. احنا دائما من خلال هذه الفقره بس نوري الناس الجانب الثاني اللي ما يشوفونه، يمكن يشوفون الاعمال بشكل عام لكن ما يشوفون. لو تسولفي ما تخلصين، الفنانين صحيح. كلهم عندهم مواقف من هالنوعيه واكثر. صحيح. من دقات ومن سوالف من مواقف من وهقات، لان خصوصا اللايف مو نفس التصوير، تغلط تعيد، المسلسل تعيد، لكن المسرح وان شوت. اذا ما تمت العمليه المتفق عليها لازم الفنان يرتجل او باك ستيج اللي خلف الكواليس يرتجلون. نعم. طبعا. فتعالوا شوف الخبصه اللي تصير يعني ورا، لو يحطون كاميرات خلف الكواليس اثناء العرض المسرحي هاي طالعين منها ماده ممكن نجاحها يوازي نجاح المسرحيه. طالعين ماده دسمه تعرضينها بالتلفزيون ولا تعرضينها بكذا، والله ماده خطيره جدا. خوش فكره، انا راح اجيب كاميرتي وراح اروح كواليس يعني مسرحياتكم معي. المفروض طلعوا منها برامج اصلا، هذه المفروض برامج وثائقي تجي عن كيف تجهيز العمل المسرحي خلف الكواليس، هذا عالم ثاني. هم فكره هم فكره. يعطيك الف عافيه عبد المحسن. يعافيك. موفقين ان شاء الله. سلمين حصل. شكرا لك. كل الشكر لكم. شكرا لك. يعني ما شاء الله عبد المحسن يعني قال لنا يعني المواقف عنده مكتبة مثل ما يقولون، لكن سحب لنا من 2008 واحدة من المسرحيات، واحدة من المشاهد اللي كان يحتاج فيها السرعة مثل ما قال، الشخص اللي معاه في المسرح ما كان موجود، وغيره من المواقف اللي ممكن أيضا تحصل. أشوفكم الأسبوع الجاي مع فنان جديد وضيف جديد من خلال فقرة سالفة.